السيرة الذاتية للباحث الدكتور سعد عبد الحمزة غزيوي الجبوري. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدارس منطقة الحمزة الشرقي. التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة بغداد عام 72 وتخرج منها في عام 76. عمل في تدريس اللغة العربية وآدابها في عدد من المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية العراقية. في عام 85 حصل على شهادة الماجستير من كلية الآداب جامعة بغداد قسم اللغة العربية. وفي عام 88 التحق مرة أخرى بكلية الآداب جامعة بغداد لدراسة الدكتوراه، إلا أن مشاركته في الانتفاضة الشعبانية عام 91 حالت دون إتمامه لدراسته. عاش لسنوات في المهجر بدولة الدنمارك، وبعد سقوط نظام الطاغية عاد إلى كلية الآداب جامعة بغداد وأكمل دراسة الدكتوراه في النقد الأدبي. مارس التدريس في الكلية التربوية المفتوحة في محافظة القادسية لحين تقاعده. ساهم في تقويم العديد من البحوث العلمية، ولديه عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة. أهلا ومرحبا جناب الدكتور. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمة ورسولها محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين الأخيار. السلام عليكم أيها الحضور الكرام. جئتكم من الدنمارك، من شمال أوروبا، لأتشرف أولاً بزيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. وقبلهما زيارة أبيهما الإمام علي عليه السلام، وفي النية التوجه إلى زيارة صاحب هذه الجلسة المباركة وابنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ولكي أحظى ثانياً برؤية هذه الوجوه العلمية المبدعة، ثم لألقي على مسامعكم بحثاً حول فكر الإمام علي الهادي عليه السلام. وقبل كل شيء ألتمس رئيس اللجنة أن يمنحني دقيقة واحدة أثني بها على العتبة العباسية. وقبل كل شيء أجد من الإنصاف أن أوجه التحية والامتنان للعتبة العباسية المقدسة ممثلة بمتوليها الشرعي وجميع العاملين فيها لالتفاتتها الرائعة نحو حملة الشهادات من العراقيين في الخارج. فأنا مثلاً عندما اتصل علي أحد الإخوان تلفونياً لم أسمع كثيراً بمثل هذه المبادرات العلمية، بالرغم من اهتمام المتواصل بالثقافة العراقية. لذا أرجو وأدعو الأخوة الأعزاء المسؤولين عن الشؤون العلمية في بذل المزيد من الجهود التي تهتم بالأكاديميين العراقيين في الخارج، وأن تتسع الرؤية للاستفادة من الأفكار التي تأثروا بها من خلال وجودهم في تلك البلدان، وخاصة في المنهج. وشكرا. هذا البحث بحثي يقوم على تقصي الجهود الفكرية للإمام علي الهادي عليه السلام في حسم الصراعات الكلامية التي كثر تداولها في زمانه، والتي شقت وحدة المسلمين وأقلقتهم، فسالت بسببها دماء كثيرة. وأصل هذه الخلافات يعود إلى الاجتهادات الكلامية الفكرية المتناظرة، والتي دارت في أغلبها بين المعتزلة بوصفها طريقة عقلية في الفهم، والأشاعرة بوصفها طريقة نقدية في التعليل والفهم، فضلاً عن المشكلة الكبرى التي ابتلي بها
مذهب آل البيت والمتمثلة في انتشار أفكار الغلاة والانحرافات العقائدية والتي ما تزال إلى يومنا هذا نعاني منها. جهود الإمام علي الهادي عليه السلام في حسم الصراعات الكلامية السائدة. في هذا الموضوع أو في هذا المبحث الكبير نتناول قضيتين. القضية الأولى هي محنة خلق القرآن والتي ذكرها الشيخ قبل قليل مشكورا، وقضية الحوار الكلامي في قضية الجبر والتفويض. وللإمام رسالتان مهمتان في هذين الموضوعين. فكتب الإمام إلى الشيعة بعد أن سئل عن قضية خلق القرآن، فقال إن كلام الله عز وجل إنه كلام الله عز وجل عن القرآن، وليس الخالق إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو مخلوق، والقرآن كله كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. وأعتقد الكلام واضح ولا يحتاج إلى التعمق أو التدقيق. الشيخ قبلي ذكر بأن الإمام وصف قضية خلق القرآن بالجدل، وأنا أؤيده، لكنني لابد أن أبحث وأحفر في الجدل، وأيضا ربط الجدل بالبدعة، ولا بد لي أيضا كباحث أن أحفر وأبحث في البدعة لأرى عمق الفكر الإمامي في مثل هذه الموضوعات. فلو تأملنا قول الإمام وفقا ووقفنا بتدبر عند كلمة جدل، نتفحص معناها اللغوي لنفهم قول الإمام بدقة أكثر. فالجدل في اللغة جادله خاصمه، والجدل شدة الخصومة واشتداد الخصومة، والمجادلة في علم المناظرة هي المناظرة لا لإظهار الصواب، وهذا مهم، هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم والنيل منه. الإمام هنا في كلامه في اختيار كلمة جدل كان دقيق جدا، دقيق جدا. ومن هنا تتفتح لنا الدلالات العامة لقول الإمام حين نفى الجدل عن القرآن ووصف هذا الجدل بالبدعة، لأن كتاب الله الذي هو هدى للناس يتسامى عن أي حوار غير مثمر، وخاصة عندما يكون جدليا. فوصف الإمام بأنها بدء انشغال المسلمين بأنها بدعة، ينبغي أن نعرف أن البدعة في اللغة تعني إنشاء الشيء على غير مثال، وهذا واضح يعني. ونقول ابتدعت حجته، أي أبطلت أو أبطلت. ومن هنا نستشف من وصف الإمام لهذه الموضوع الكلامية بالبدعة أنها تقوم على مستوى مسوغات باطلة. أرجو أن نبهني على الموضوع قبل حتى تشرح الموضوع الآخر. بل سعى رواد هذه الفكرة أي المحنة إلى تعميق الحوار الجدلي السفسطائي الذي لا فائدة ترتجى منه، أن المتحاورين في هذه القضية لا يسعون في مناظرتهم أو مناظراتهم الجدلية إلى الاجتهاد وفق منطق الصواب، بل عمدوا إلى إلزام الخصم بما يفتعلونه من أفكار جدلية لإظهار تفوقهم عليه وإلزامه تعسفا بما يطرحونه. أن الخوض والجدال فيها كبدعة بمعنى لا فائدة من المجهود الكلامي الجدلي ولا ثمرة ترتجى من بدعته. ولذلك يوضح الإمام رؤيته لآليات الجدل الكلامي وبدعته حين لفت النظر إلى وصف السائل والمجيب في حوارهما الجدلي حول محنة القرآن بأنهما يخوضان في وهم لا حضور للتفكير العقلي والمعرفي فيه. فالسائل كما يصفه الإمام تعاطى ما ليس له، بمعنى أنه انشغل في التداول في موضوع
لا يفهم من إيجابيات معطياته وسلبياتها شيئاً، ولا يمتلك الأدوات العلمية التي تسهل له منهجية الخوف في مفرداتها. إذن السائل يسأل من أجل تعظيم المصطلحات أو مصطلحات السؤال، وبما يوحي أنه يجهل حصيلة ما يجادل به من محنة القرآن، لذلك فهو في سؤاله غير متمكن من إنتاج أفكار. أما المجيب فليس أكثر حظاً من السائل، حيث كلف نفسه الخوض في حوار جدلي لا طاقة له بمعرفة تفاصيله. وكل هذا الذي دار في محنة القرآن يتمثل في الجدل حول تاريخية القرآن التي ليس لها صلة بما يخدم الجهود العلمية للدراسات القرآنية. الدراسات القرآنية الناضجة المفيدة العلمية هي التي تنبع من لغة القرآن، هي التي تحفر في لغة القرآن وتستخرج لنا الأفكار العلمية التي نستفيد منها. أما أن نأتي بأفكار وآراء من خارج الفكرة ونفرضها تعسفاً على النص القرآني فهذا أمر لن يكتب له النجاح، وهذا ما توقعه الإمام، وفعلاً الآن لا وجود لقضية خلق القرآن. وأنا فاتني أن أذكر قضية خلق القرآن أو أعرف بقضية خلق القرآن بأنها المعتزلة قالوا أنه محدث، والأشاعرة قالوا أنه قديم، وطبعاً هو في قول القرآني أنه كتاب محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أيضاً هذه من الأشياء التي استشهد بها الإمام. كملت بعد 10 دقائق. خوش. إذن قول الإمام عليه السلام بعد أن عرضنا قضية خلق القرآن لعل من المفيد الإشارة إلى أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، وهو بهذا يتفرد بخصوصية مقدسة في أنه إنتاج إلهي غيبي يرتقي بسياقاته اللغوية التي أدهشت العرب الأوائل وحملتهم على الاعتراف بأنه نسيج لغوي خاص، حيث أوضح الإمام الهادي عليه السلام ذلك حين نبه: والقرآن كله كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. أنا يعني أعتذر ولا عندي فيه كلام، أنتقل إلى الموضوع الآخر، والموضوع الآخر الحقيقة هو أكثر تعقيدا وفيه أشياء كثيرة ويستحق أن يكتب عليه، أعتقد أحد الباحثين كاتب عنه، بس أنا يعني سأتطرق لجوانب منه. موقف الإمام الهادي من قضية الجبر والتفويض: لقد تعقدت الخلافات الكلامية حول الكثير من الأفكار الدينية التي صارت موضع حيرة وارتباك، ومن بينها قضية الجبر والتفويض ومبدأ الأمر بين الأمرين. فقد سئل الإمام الصادق: هل أجبر الله العباد على المعاصي؟ فأجاب: هو أعدل من ذلك. فقيل له: فهل فوض إليهم؟ فقال: هو أعز وأقر لهم من ذلك. وكلام الإمام الصادق عليه السلام يستحق حقيقة التأمل والبحث، لكن بما أن البحث يدور حول الإمام الهادي أنا يعني حاولت بس أعرضه، لكنه في حقيقته يشير إلى العدل الإلهي، وهي نقطة مهمة. فلو تحدثت عن العدل الإلهي وبحثت في هذا القول الذي قاله الإمام الصادق ربما يعني يحتاج مني أكثر، والبحث لا يحتمل التطويل. بعدين: وإن الله عز وجل لا يمكن أن يجبر العباد أو يجبر العباد على المعاصي ويعاقبهم عليها، ولو فعل ذلك شأنه لا وصف بالظالم حاشا لله. وهذا يتنافى تماما مع الآيات القرآنية الكثيرة التي تقول: ولا يظلم ربك أحدا، وليس وأن الله ليس بظلام للعبيد. أما التفويض الذي أبطله الإمام الصادق فهو القول إن الله تعالى فوض العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم، وقد رد الأئمة الأطهار في هذا على قولهم: لو فوض لهم من جهة الإهمال لما كان لزاما له ما اختاره واستوجبه من الثواب ومن العقاب. فمن زعم أنه تعالى فوض أمره ونهيه إلى عباده قد أثبت عليه العجز
وأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير وشر، لعل ما زعم أن الله فوض إليه لأن المفوض إليه يعمل بمشيئته، وعندها يكون من أهل هذه الآية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا أشكرك دكتور خزي في الحياة الدنيا. الأمر الآخر أن العدل الإلهي في تكريم الإنسان الذي التزم بتعاليم كتاب الله سيصبح في مهب الريح، أما في معيار التفويض الذي يفترض أن الله سبحانه وتعالى فوض عباده القائم بأعمال تبعا لمشيئتهم في الانحدار نحو الباطل، فهذا أيضا كلام لا تستقيم يعني صحته، لأننا لدينا آيات قرآنية كثيرة فيها تحذير وفيها نهي. هنا يستعين الإمام، يعني العجيبة هاي رسالة غريبة عجيبة، الإمام استعان بالإمام علي بن أبي طالب، بقول الإمام علي بن طالب، واستعان بقول الإمام موسى الكاظم، واستعان بقول الإمام الصادق. طبعا أسس على قول الإمام الصادق، هناك خمس نقاط ذكرن الإمام الصادق، لأنها ما تخص البحث، أنا ما يعني تحتاج بحث منفرد تحتاج تماما. وأيضا استعان بقول الإمام الرضا، وجاءت هذه الرسالة مكتملة لعلوم الأئمة، أرجو أن أوفق في ذكرها بسرعة. مثلا الإمام علي شو يقول عليه السلام؟ أمر أن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا. هذا الكلام يوحي بأن حرية الاختيار في تنفيذ الأمر الإلهي أو الالتزام به تبقى حرية قد محددة بوجود النهي التحذيري. هذا قول الإمام علي عليه السلام. بعدين هنا الإمام الهادي حتى يثبت أنه المصطلح العقل الموجود بالمنزلة بين المنزلتين اللي يعني الإمام الصادق هو اللي اقترحها، فهو يقول الإمام يقول: في خلق التوازن والإطمئنان داخل الإرادة التي يقررها البشر حيث قال إن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته وملكهم الاستطاعة. الاستطاعة هنا مصطلح مهم جدا في هذا الموضوع، ملكهم الاستطاعة في تعبدهم وأمرهم ونهاهم بما أراد. والاستطاعة ولنا أن نجتهد في ترجيح دلالات الاستطاعة بأنها القدرة والطاقة، فعلا القدرة والطاقة إذا كانت موجودة رب العالمين يعني يناسب أو يعقد موازنة ما بين هذا وهذا، فالمريض مثلا لا يتحمل أو لا يحاسب كالسليم، وكذلك هناك كثير من الاعتبارات الأخرى. وبعدين دقيقتين من كل البحث لدي، أنا راح أترك البحث والله أودي أطرقه بس على كل، لدي قول سريع في قضية المصطلح. هذا البحث أفرز لنا مصطلحات مهمة، وأني يعني حقيقة حاولت أن أجتهد فيها ليست بمفردي وإنما استعنت بغيري وثبتت ذلك في الهامش. المفردات التي أفرزها هذا البحث: مصطلح القضاء والقدر والمشيئة والإذن والإرادة، وكل هذه المصطلحات تحمل يعني بحوث فلسفية كبيرة. مثلا القضاء هو شبيه بالقضاء اللي الآن، القضاء هو الحكم بعد أن تتوفر كافة الإجراءات والأمور المتوفرة يعني حول القضية يأتي الحكم وهو حاسم، هو الإمام يقول حاسم وبالإمضاء. القدر هاي هنا شوية يريد لها فد وقفة، أرجو أن يعني أوفق في نقلها، وإذا قلت لي الدكتور حيدر أنا حاضر ترى هسه يجيب غراض وأطلع. يعني القدر هو المقدرات يعني القدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الوجود وقوانينه كافة، يعني ماكو شيء في هذه الدنيا ما مقدر من الله سبحانه وتعالى، يستحيل ماكو شيء، يعني ماكو شيء، حركة النجوم، حركة البشر، الأمراض كلها مقدرة،
يبقى ماذا؟ يبقى أن نجتهد نحن كبشر لدينا عقل ونفهم هذه المقدرات بالمعرفة، بالمعرفة، أن نجتهد فيها بالمعرفة. يعني الطبيب إذا اجتهد بالمعرفة وفهم مقدرات المرض، ها، راح يقل الموت عندنا وراح يزيد عمر الإنسان، لأن المقدر الله كاتبه، كاتب كل هاي المقدرات كلها كاتبها الله سبحانه وتعالى ذاكرها، ويبقى من عندنا أن نجتهد في هذه المقدرات. فالقدر فهم غير فهم السائد، يعني أرجو أن، ولدينا يعني أكثر من آية تثبت ذلك، وكل شيء عنده بمقدار، والذي قدر فهدى، يعني كثير من الآيات التي تثبت. تبقى القضية العويصة واللي شوف هاي، يعني هاي مهمة لازم أنا أقولها ولو دقيقة دقيقتين. يعني مثلا الإمام علي عليه السلام من راجل يطلع للشام، سئل أحد الناس قال هذا يعني خروجنا للشام قضاء وقدر؟ قال نعم، لكنه استدرك الإمام وقال إنه قدر، إنه يعني إنه ليس قدر أو ليس قضاء. ما أدري والله صارت هي والله، لأنه ارتبكت بعد ما شلون أكمل اللي أريده. ليس قضاء. يبدو أن الباحث لكونه ساكنا في الدنمارك فهو متعطش للكلام مع بني جلدته، وقد كان واضح في كلامه بأنه مشتاقا لهذا الحديث، فقد أوفى ما قدم، وبالتالي وصلت الفكرة للحاضرين إن شاء الله، ونفتح باب المداخلات من السادة الحاضرون. نعم جناب الشيخ، نبتدئ بالشيخ الذي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور الفاضل جزاه الله خير جزاه، حقيقة تناول قضيتين، وهاتان قضيتان لحد هذه اللحظات تدرس في الحوزة العلمية في مجال العقائد. فيا ريت يعني طبعا يعذرني دكتور خير جزاه وتكلف وبذل، ولكن أريد تعريف البدعة كان يكون بقل الاصطلاح. يعني هو أعتقد يمكن ذكر أنه تعريف البدعة إنشاء الشيء على غير مثال يمكن أعتقده، لكن بصورة دق اصطلاحا البدعة إدخال في الدين ما ليس من الدين. هذا أمر. الأمر الثاني الذي تفضل به أنه الإمام ذكر أنه لا ثمرة من هذا الأمر. فالسؤال اللي بوجهه الدكتور، هل قصد يعني وجهة الإمام كلام الإمام إمام الكلام، لكن هل قصد فقط في عصره أنه هذا لا ثمر فيه أم في كل عصر؟ هذا الحب استوى الحمد دكتور جزا الله خير جزا. ممكن الفكرة السائدة والتي استمر طرحها لأعوام كثيرة منذ القدم، القضاء علم الله الأزلي والقدر نفاذ هذا العلم. وطبعا هذه الفكرة هلهل لها بنو أمية ورقصوا لها وأشاعوها، ومنها استنتجوا فكرة الجبر. هذا كلام يعني لا يصمد أمام الآيات القرآنية، لا يصمد. القرآن فكر، القرآن علم. أما أنت جناب الشيخ يقول لي شنو تأثيرها وما تأثيرها، أنا كلش أقف ضد هاي، ما التأثير وما تأثير. أنا أريد تنتج العلم وتقدمه للعالم، وهو هذا اللي يأثر، هذا اللي يأثر، مو اللي يأثر أن أقعد بس دقيقة، مو أكثر أني أدي وأعطي مواعظ وإرشادات وما أدري شيني وكلمات إنشائية وما أدري هاي شيني هاي. عفوا دكتور، يعني هذه لن تجدي نفعاً. عفوا جناب الدكتور، جناب الشيخ كان سؤاله واضح جداً، قال لقد عرفت البدعة تعريفاً لغوياً ولم تعرفها تعريفاً اصطلاحياً بلحاظ الدين. بالضبط. فكان ينتظر من جنابكم، وخصوصا أن الموضوع يعني متعلق بالقرآن والتفسير، فكان يريد أن تعرف البدعة تعريفا اصطلاحيا بلحاظ الدين. أنا قلت
قلت إذا إنتاج حديث. إذا كان بإمكانك أن تقول له نعم. قلتها أنا دكتور حيدر. ما يعني هون عليك. لا مو أنا هون عليك. القضاء والقدر شوية يعني يثيرني. هون عليك جناب. العفو العفو. بس جملة بس جملة واحدة بجملتين يعني القضاء والقدر. ما جاء إسمان والله ما جاء إسمان. حقيقة يعني تدعو الإنسان التفكر يعني. نعم. الجبر والتفريط لحد هذه القضايا هي في أذهاننا. الأخنذر والله عليه يكتب مجبر أو مفوض يصل لحد يقول انكسر القلم. هاي مشهورة طبعا. فقصدي قضية هاي القضية الذهنية والحد أن حاضر في ذهن كل إنسان. شلون دكتور؟ جزاكم الله. القضاء والقدر أو الجبر والتفريط يبقى يعمل في ذهن الإنسان. لابد أن يصل إلى ما يسأل عليه هو أنه يعني عفوا نطلق العبارات بأنه نترك هذا أبدا. لابد أن يعمل له يعني القضاء الصحيحة بالإجابة. نعم. حتى تستقذ نية الإنسان مو العقائد. شكرا جناب الشيخ. الشيخ يدعو إلى أن هذه المصطلحات بحاجة إلى تبسيط لكي يفهمها أبناؤنا في هذه الأيام حيث هذه اللغة متداولة وبحاجة إلى إظهار معاني مبسطة لهذه المصطلحات. أنا أشكر جدا الشيخ. نعم. العزيز وأنا أواجه هذا الكلام من جهة الميسرة من ناحيتي التي اعتبرت. تفضل جناب الدكتور. أستميحك عذرا شيخي من كرمكم نتجه إلى الميسرة. نعم المايك. أي طيب شكرا جزيلا. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يزيدني شرفا أن ابن مدينتي يحضر بالمؤتمر من محافظة الديوانية. حياك الله. وأحد أساتذة الكلية التربوية المفتوحة. صحيح. وأنا الآن تدريسي في الكلية التربوية المفتوحة. أهلا ومرحبا. سؤالي بالكلمات الأساسية بالهامش هامش الصفحة محنة خلق القرآن الكريم يعني من المقصود بها دكتور إذا تسمح لي؟ متحدثنا. إيه بس أنا ما فهمتها. عفوا يعني محنة يعني المصطلح محنة يعني عفوا هذا المصطلح تاريخي يعني وبإمكانك أن تراجع الكتب التي أنا مو اختصاص العفو دكتور. أحسنت. أنا في اختصاص اللغة الإنجليزية. فبالتالي إن كنت غير مختصا غير مفهومة بالنسبة لي فأعتقد لا يتسع المقام لشرح هذا المصطلح. لا مجرد تعريف. بإمكانك عفوا جناب الأستاذ بإمكانك أن تراجع المصادر التاريخية في هذا الموضوع. هذا الموضوع هي مذكورة كما تفضل جناب الدكتور أخذ حيزا كبيرا من التاريخ وسالت فيه دماء كثيرة دكتور. وكان من زمن الإمام الرضا عليه السلام. جناب رئيس جلسة يعني لست مدافع. لا 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 أنا أدير الجلسة لأن هي مذكورة بالكلمات الأساسية. نعم. الكلمات المفتاحية. نعم. فبالتالي عندما تكتب هذه الكلمة المفتاحية على وسائط البحث فإنك سوف تجد شرحا وافيا عنها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله. نعم جناب الشيخ. تفضل. حياك الله. الله يسلمك. ابن مدينتي. الله يخليك. الأجر على قدر المشقة. حياك الله. سعادة الدكتور على ما بذلتموه من جهود في هذا البحث القيم الذي أتمناه من سعادتكم ومن أخوتي وأحبتي الباحثين أن يحددوا في ابتداء كلامهم دائرة البحث وطبيعة البحث. هل هو بحث تفسيري أم بحث كلامي؟ إنكم وإن ذكرتم بعض الآيات ولكن الطابع الغالب على بحثكم هو طابع كلامي واعتقادي. وشكرا. أجاوب دكتور. أنا أشكرك شيخنا العزيز ودكتورنا الفاضل. أنا قلت لك راح أوضحها على المنصة. أنا اتصلوا بي العتبة وأعطوني العنوان ووقعت في وهم. المفروض أسألهم يعني أستفسر هل إن هذا ألتزم بحذافير هذا العنوان أم من حقي أن أختار ما أشاء. فأنا حاولت أن 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 أوفق بين هذا العنوان وبالبحث اللي يعني البحث كان مفروض يعني العنوان مفروض لم يفرض أحد يعني ما أعرف قلت أنا وقعت في فهم هم أرسلوا لي هذا العنوان. بحاجة إلى أن أتكلم بصوت عالٍ. لم نفرض عنوانا وإنما حددنا محاور. نعم. للكتابة في هذا المؤتمر كانت 5 محاور من ضمنها الدراسات القرآنية والتفسير. أنا بس هذا الجانب والله دكتور بس هذا الجانب. فلذلك ظلت محتار هل أغير بالعنوان
هل كان كان لو شئت أن أغير في العنوان أو غير العنوان الآن؟ لا لا لا، حصلت على مساحة كبيرة في الحرية. أنا أدعوك إلى تغيير العنوان بما يتلائم وما ترونه مناسبا. أشكرك دكتور. شكرا جزيلا لجناب الشيخ القلب الشيخ صادق الخويلدي. تفضل جناب الشيخ. أحسنتم، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب الدكتور الباحث الكريم، قال الإمام في مطلع بحثه: الإمام توقع بعدم وجود مستقبل لهذه الفتنة. مولانا الإمام لا يتوقع، الإمام علمه لدني، هذه مفروغ منها. وفي دقيق كلامكم الكريم اللطيف وبيانكم الظريف حقيقة الجبر، قلتم أن الإمام قال إشارة إلى العدل الإلهي، هذا يحتاج إلى بيان. وأنا قلت يحتاج إلى بيان. بلى. فالأمور التي تحتاج إلى بيان نغض عنها، هذا هو البيان. أفضل ما قيل في الجبر بيانه ما تناوله السيد الخوئي رحمة الله عليه، سيد الطائفة، من أن المكلف لما يقول بحول الله وقوته وكأن يكون يده شلاء، مثلا مثال آخر مغاير، يده شلاء وموصولة بسلك كهربائي وهو يتحرك في يعني يعطي ليده الطاقة من خلال السلك الكهربائي. هذا أفضل بيان، يعني أرجو المراجعة والالتفات. وأنا أشد على عضد شيخ عادل حفظه الله أن هذه المباحث العقدية من الأمور الخطرة، فتناول الذي يتناولها لابد للمتناول أن يكون بعفو لهذه المفردة، أن يعطيها استحقاقها الحقيقي، لعل الإيجاز يخل. والحمد لله رب العالمين. شكرا جناب الشيخ، إلا أنه كما تعلم بأن الوقت محدد للباحث، فقد يكون قد ذكر هذا في متن بحثه، إلا أن الوقت لم يسعفه حيث غلبت عليه العاطفة في حديثه. نصف دقيقة. شكرا جناب الدكتور. نأخذ مداخلة أخيرة من جناب الدكتور وننتقل إلى البحث الآخر. نعم دكتور كريم تفضل. المايك أخواني، دكتور أمامك المايك. شكرا للأستاذ الباحث على هذه المعلومات التي قدمها، ولدي بعض الملاحظات اليسيرة. نعم، الأولى العنوان: أثر روايات الإمام الهادي بالعلوم. لا نقول بالعلوم، وإنما نقول أثر في وليس بي، وأقولها لأنك أستاذ لغة عربية، فأثر في الشيء وليس بالشيء. الشيء الثاني أن المناظرات التي تحدثت عنها والإمام عليها ليست محصورة في الإمام الهادي عليه السلام فقط، وإنما بدءا من الإمام علي وحتى وصولا إلى الإمام العسكري. هذه المناظرات والردود على أهل الكلام كانت مستمرة ومستفيضة، وصححوا لهم كثيرا من هذه الأخطاء. المصطلحات التي أوردتها مثل القضاء والقدر والمشيئة، هذه مصطلحات قرآنية ليست خاصة فقط بالإمام، وإنما ثقافة الإمام هي ثقافة قرآنية عامة، ولذلك يستخدم مثل هكذا مصطلحات. من ناحية المنهج، البحث يرى الأثر في الجوانب التفسيرية والعلمية والعلوم الأخرى، يعني علوم القرآن. أنت لم تتحدث مثلا عن أثر الإمام في التفسير، والتفسير هو موضوع واسع، أو في عدد كبير من العلوم، علوم القرآنية. لم نجد في البحث أو لم تذكر لنا أثرا من هذه الآثار. كنت أتمنى أن تستقصي لنا ما أثر فيه الإمام في غيره، وشكرا. شكرا جزيلا جناب الدكتور. بدقيقة واحدة جواب. لا، جواب واحد. جواب واحد. بإمكانك أن تلتقي بسماحة الشيخ بعد الجلسة. قضية العنوان، أنا قلت العنوان أتاني مباشرة من العتبة،
ما أعرف يعني لم يأتي عنوان منا والله على ما أقول شهيد. هذا التليفون وأجان قال لي هذا العنوان بس أنا المحور كان المحور المفروض كان المفروض مني أن أسأل هل من حقي أن أتصرف في هذا الموضوع؟ هل من حقي؟ أنا للأسف الخلل عندي يعني أو الوهم صار لدي. قضية التوسع أنا هاي الاستفادة من عدها وكيف لما ما صار لي مثال أعطيكم الأمثلة. أمثلة لدي بالعشرات حول كيف توافق كلام الإمام مع القرآن وهذا يعني ما بس ما صار. أتمنى ألتقيه ونقعد الله بعد الجلسة تلتقي بجناب الدكتور ويكون حوار فكري مثمر إن شاء الله. أكيد إن شاء الله مو شطبي على مود هذا. شكرا جزيلا لجناب الدكتور سعد عبد الحمزة غزيوي على ما أفاض به وشكرا جميلا جزيلا كذلك لجميع المتداخلين.